الزول يا جماعة بيطلب الجنة، وزول بيطلب حسن الخاتمة، وزول بيرغب يكون قبره روضة من رياض الجنة، والزول بيرغب يوم القيامة لما ينصب الصراط بين ظهراني جهنم وينجو فيه يمشي وينجو، والزول بيرغب الله يتجاوز عنه ويغفر له ويعافيه. أي خير بترغب فيه أو المؤمن بيرغب فيه داخل في الآية لما نقول لك مفلح أو قد أفلح أو أولئك هم المفلحون، ده مش فاز هاي، ده نال المطلوب واحد زي الجنة. وأمين المرهوب، الزول خايف من النار، خايف من سوء الخاتمة، خايف من عذاب القبر، وخايف من سوء الحساب، وخايف بعدين يقع في الصراط، شغل جسر فوق وتحت جهنم وجسر وانت ماشي فيه خايف يقع بعدين. ده كله يا جماعة الزول بيأمنه، يأمن الشر ويأمن العذاب ويدخل في الرحمة وفي الخير. في فوز أكثر من كذا؟ يعني انت من جاتك الملائكة هنا في الدنيا الأجنحة، ملائكة عندها أجنحة، وجات تقبض روحك انت في خير من الملائكة، انت أجنحة وملائكة ولون بيض الوجوه وحسنة المنظر وفرحان من الموت، زول من الموت فرحان، خش القبر آمن مرتاح. بعد دخلوا القبر ده لو قال له ترجع الدنيا ولا تقعد في القبر يقول في القبر، شدة ما بيلقى نعيم. قامت القيامة الناس خايفة وآمن مطمئن، نصب الصراط وبيمش فهو بيمش بغادي، ووضعت الموازين الله بتقل له موازينه حسنات، تطايرت الصحف صحيفته بيمينه، في النهاية يدخل الجنة. في نعيم أكثر وفوز أكثر من كذي؟ ما في. وياما من العذاب. الكلام ده بشنو؟ في أشياء بسيطة في الآية دي، يعني بسيطة من ناحية عدد ومن ناحية تطبيق إذا وفقك الله سبحانه وتعالى، وهي عظيمة. قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الناس دي في ناس بيدعوا للشر، انت تدعو للخير. ناس كتار ما جايبون، واحدين فنانين، في فنان بيدعو للخير انت لاقاك؟ فنان واحد قال صلوا وحدوا الله ومد عينه للنسوان في لاقاك؟ ولا هو براه صرف النظر عني وبلخبط لك براه ذاته، وانا راكب في الباص واحد والله يا ابو اتغني، قالت زوني القراب سببوا لي عذاب، يا تو عذاب ده ذاته كله لخبطة يا أخ بتاعين الغنى بتاعين لخبطة، والله عشان أبقى بتاعين لخبطة، بتاعين الشرك يدعو إلى الشرك، السماوات والأرض والجبال والبحر والمطر والسحاب والبشر والأرزاق والنعم، وحق الله ده شت دي كلها، وما بكم من نعمة فمن الله، دي حقت الله سبحانه وتعالى، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله علينا ده كله يخليه ويقول لك نادي لك مخلوق زيك كذي، نادي لك زول زيك وسوداني وكتنا وسوداني ذاته وما صحابي، انت لاقاك زول قال نادوا أبا بكر رضي الله عنه لاقاك أديل شط بتاعنا ونديل فلان وفركة وبعتلة وأسماء المخيفة دي شط، وبجنزير وبعضلا سيف وبقرون وكرفاس، في شيخ اسمه كرفاس ده في الجزيرة لغب كرفاس بكرفيس عليك، ما عارف بكرفيس جنوداته ده بتكرفيس مالك يا أخي، البلد دي ناقصة كرفسة، انت الناس بتطوي فيها تتكرفيس فيها، شو الزول عليك الله، وده كله يمسكك في ديل، انت لاقاك عليك الله واحد من الدراويج ديل جد قال نادوا صحابي، أسألكم بالله لاقاكم؟ قل لك نادي سودانيين هنا، سوداني هنا، وينبز لك بلد الحرمين هناك ينبذها لك ديل هؤلاء الوهابية. أوك الله قال عن الحرم دي إن أولياؤه إلا المتقون،
قال عن السودانيين أولياء إلا المتقون، ده المجازفين ناس شي تراب وشي بخرات وشي محايات وشي لخبطة وشي تلف ذكراع واحدة. عمك عجوز تلقى في الجامع في الصف الأول قاعد في كرسي، ليه الله بيصلي في كرسي؟ وفي النوبة تلقاه لاف في بكراع واحد، يعني أسدي حلوها كيف؟ مش شايل لك راعين، واحد يلف في بيع مرات تنقز، أنت حاج بتنقز مالك؟ وكلها لخبطة في البلد دي والله الذي لا إله غيره، تعليق بغير الله سبحانه، تعلق بغير الله سبحانه، ويعلقون العباد بهؤلاء العباد. قال الله تعالى في سورة الكهف: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، قال أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يخلون اتركوا الله سبحانه وتعالى واتخذوا عباد الله سبحانه وتعالى. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، شيخك ده عبد لله ولا ما عبد؟ عبد لله، بتنادي ليه؟ ليه بتناديه؟ عنده شنو؟ ده موبايل، هذا الموبايل ده عندي انا وانت دايره، بتقول لي حسين اديني الموبايل ولا بتقوله عند الزول الشايله؟ الزول الشايله صح ولا ما صح؟ طاقية دي شاله فلان ده اخونا بقميص ده الله يحفظه، عنده هذا موبايله ده، انا داير موبايله ده ولا الطاقية دي شاله؟ امشي ليه ده اقول له اديني الطاقية وانا عيني عين الطاقية منه؟ عند بقميص امشي له بجلابية؟ الرزق منه يا جماعة؟ عند الله. الشيخ ده عنده شنو؟ الرزق عند الله، تمشي للشيخ ليه؟ انت حواس ما بتشوف؟ الرزق ده عند الله. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والله قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تاني صدق أكثر من كذا كيف؟ ولذلك يا جماعة الرزق بيد الله، ما بزول مش لزول يقول له حجاب ده بجيب لك رزق، وده حجاب تخط في الدكان الزبائن بيجوك، وعمك تلقى زبون ما معه ذاته اللي بيبيع عنده، وتلقى مفلس وخشمه ناشف عصير ما شربه شاي الا يتدين ودين، والله وتلقاه ويقول لك ده حق رزق. انت عندك الرزق، انت قاعد في البلد دي عندك الرزق انت. واحد تاني قال بتاع مطر في البلد دي، واحد قال الشيوخ عندنا في السودان بدوا المطر. انا داير اوريك انه في دعاة للمعاصي زي الفنانين ديل، وفي دعاة للشرك، وانا ذلك تكون داعية للخير. انت تدعو للخير، في ذول بيقول غير الله بدي المطر. دي بلدنا دي، والغريبة دكتور قرأ اساس ما عارفه كان بغيب الحصص ولا بيجي العليم ربه، وقرأ متوسط الوقت داق يكون في متوسط ولا ثانوي المهم، وقرأ ثانوي وقرأ جامعة وجاء سفا تاني لحد ما يا ماجستير وجاب دكتوره ويدرس تفسير. ده فسر شنو؟ وبعد ده قال عندنا في السودان الشيوخ بدوا المطر. عجبك؟ عجبك، ما عجبك افتح بلاغ في الشرطه. والشيوخ بدوا مطر، اها دي نزلها منه ياتوا فيهم ياتوا في شيوخك ذاته نزل المطر ده هنا. ويا أخي أنا كنت في مبدة قبل يومين ولا ثلاثة، يوم الثلاثة اتصلت بزول في الكلاكلة عنده محاضرة، والله جاي علي قال لي عربية يسوقني وكذا، قال لي يا زول والله مطر ما في أي طريقة، قال في مبدة ما في مطر والكلاكلة فيها مطر. هذه وزنها كيف شيخ هكذا؟ ناس الكلاكلة ادوا بياض كلاكلة ودوا يا تفيون كلاكلة اللفة ولا يا تفيون ذاته ولا كلاك لابو ادم الا ادوا ياتوا فيهم. والمطر يا اخي معقول يا جماعه نحن نقنع في الناس المطر بدي الله؟ خواجات يا اخي عقيده زي دي ما عندهم، والله عقيده بتاعت انه الشيخ يدي مطر
خواجه، خواجه موك ما عنده. يا اخي تعتقدها في السودان وتقرا قران وتدرس تفسير وجامعه ام درمان الاسلاميه وتدرس دكاتره تفسير، وبعد الشيوخ بده مطر. قال الله تعالى في القران: افرايتم الماء الذي تشربون اانتم. شو الكلام ده واضح كيف؟ الان في ناس بيقول لك دي نزلت في الاصنام، والله سبحانه وتعالى قال: افرايتم الماء الذي تشربون. في صنم بيقرطع، تلاقاك صنم بيشرب، تشربون ده منو يا جماعه؟ ده نحن ذاته الناس يعني. افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. يا اخي ما تشكر الله، والبلد دي لو شكرنا الله بيفتحها علينا، لكن احنا مصرين الا من رحم الله. انا الغلا يجي بنزين بالصف ومصرين على المعاصي، شرك قاعد قباب ابنه فيها جديده كرت، زول مات يقول لك ده فقيه، بعد شويه يسوي له قبه. والله غريه واحده اكثر من 22 قبه، ده ذاته بيأجر 200 وبيسكن وين ذاته وقاعدين، وقباب فيها ابواب وفيها ما بعرف ايه. واحد في منطقه قال لي في قبه فيها مكيفين، واحد قصاد الكرعين واحد قصاد الراس. انت عارف الزول ده سخنه جوا، انت بتاخد له مكيف ليه؟ انت عارف براك خدت له مكيف ليه؟ يجنو ماله كيفته ليه؟ انت مالك ملاوز عليه انت؟ ومكيف فصله جوا؟ هات لو شغل مكيف واتغطى بثلاثه بطاطين بيستفيد من المكيف ولا بيعرق جوا زي عرقنا ده؟ مش بيعرق؟ وزول جوا القبر مردوم بتراب وطين اخطر دي ولا البطانيه؟ وجوا كاتمه ولا مروحه ولا هباب ولا اي شيء، ومكفن ساوي لهم كيف عشان تعرف الوهم بتاع البلد دي. والله واحد في رفاعه قال لي جابوا لي بنقويه ما عرفت الفها وين، قال لي والله زمان، قال لي والله ما عرفت الفها وين، انها انت لقيت باب القبه فاتح خشيت وقفلتها. شريبه قال لي جوا طوالي، قال لي جيهت الشغله جوا حرام طبعا، جيهتها قال لي مركتها عندي صاحبي بيسكر جا خش جوا، قال اقول له امرك، قال لي والله الليلة الشيخ اللي بهرش النسوان ده كمله معه بس سكران جوا. والله حيرونا ذاته وكله هوا الساعه يا اخي، زولك ده شرب جوا بنقويه تخلي ليه وتجي تقول لي تكرفسنا نحن وتنفخنا نحن؟ كله هوس في البلد دي، مطر بينزله الله يا ناس، رزق بديك لي الله سبحانه وتعالى، ثلاثة جنى بديك لي الله، ما يغش اقول لك فقير بدي الجنى، بيت بوقية، ولد بوقيتين، والله بديك انت وبدي الشيخ وبدي الكفار وبدي المسلمين وبدي اي زول يا اخي سبحانه وتعالى. ادي البشر يا اخي يؤتي من يشاء سبحانه وتعالى. قال في القرآن في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، يهب مجاني مجاني. عشان كيف تلقى ناس بيت ذاته دهبايا ما فيه وفيه 9 جنيات، وتلقى واحد أغنى تاجر للذهب وما عنده ولا جنة، هذه يحلوها كيف؟ عشان تعرف الشغلة عند الله. الأمر إذا صح التعبير الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، يديك بنات بنتين ولا ثلاثة لو ربيت صح وأحسنت لين وعلمتين صح وحفظه وبعدين راغبتين لما يتزوجن ديل بيكون ستر، ولما ماتن يكون ستر ليك من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. بنات في ناس يديهم بنات، ويهب لمن يشاء الذكور، في ناس يديهم أولاد بس جنيات شافع،
وتاني شافع زول تلقاه مفلس الدوليو ولادة طبيعي بس وداق عنده قروش يقول لي إلا عملية وداق عنده قروش أكتر يجي والطفل عنده عاهة طفل ذاته يجي عنده عاهة انت الله يديك لي سليم امرق يبكي يصرخ ما مرق للدنيا دي ما بصرخ كيف في جانا مرق بيضحك من الناس ما مرق للشغلة دي ما بركات ما من البداية بالدابك يا عارف ما عارف الحاصل ولا كيف ما عارف هاته مرق بالدابك يا بعدين يجيك كذا الله يديك جنيات أولاد ذكور ذكورا يعني يهبك ذكورا يعني أو يزوجهم ذكرانا وإناثا زول يمشي أخ تلقاه سايق له لوري يبلغ مشوارين تراب ولا حاجة ويمشي السوق يشتري فواكه ويشتري لها حاجات وخضار يجي البيت يجي جاريات البنات والأولاد ينطوا له في صدره أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء شنو عقيمة قال أكلت طحنية ما بحل لك لبن إبل ما بحل لك أي شيء ما بحل لك لأنه أنت مكتوب عليك وما تزعل ما تتضايق ليه خير لك ليه خير ممكن الولد يفتنك في دينك وبعدين عندك في الآخرة في الجنة لهم ما يشاءون فيها الجنة دي الدائرة بتلقاه يعني ما تتأسف كثير ويجعل من يشاء شنو عقيما هذا الله جعل عقيم شيخك ده بديه شيخك ده شغال معارضة مع الله سبحانه وتعالى الله يجعل عقيم انت بتديه ولا كيف ولذلك يا جماعة البهب الذرية الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أفرأيتم ما تمنون غاية كلام زي القرآن ده ما بتلقى والله ما بتلقى كلام قوي ومبارك ويهز القلوب جوا وكلام واضح وبين قال فرأيتم ما تمنون يعني في شرح أكثر من كذا أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الشيخ ده ما داخل في الآية دي أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون والشيخ بدي جانا كيف أنا ما عارف الدراويش ديل اللي بيعتقدوا عقيدة زي دي فهموا شنو زول يقول لي الراجل ده بدي جنى بدي كيف دار اعرف انت المره توديها له اديها كيف بتزوجها زول بتزوجها كان قلت بتزوجها دي ما دار لها شيخ شيخ بديها رمتالي بديها شيفت ساي بديها دار لها شي دار لها شيخ كان بتزوجها ده اعطاني بكيف بيرسله بالبلوتوث ولا بالشير قول له نفتح الشير نرسل لكم جنى وخاتي وين ذاته الشيخ ده خاتي وين انا داري عارف لازم تفكر يا جماعه بي ولا بينفخ ساي وذاته وقال لك من غير مس وتفل كم ادى طفل لا مس لا تفل وادى طفل ادى كيف عشان كذا ذاك عوضه صاحب القصه ذاك بكتاب الطبقات الضيف الله قال جاته مره من القواعد من النساء عجوزه كبرت تب من القواعد جابت له فطير والله في ترجمة عوضة أرجع كتاب الطبقات يا محمد وضيف الله قالت دته جابت لها فطير وجابت لها جدادة وجابت فرخة وحاجة زي دي وجابت لها كم حاجة وسورة في القرآن ديك ولا في الرقبة عليم رب المهم جابتها قال الشيخ قال لها هي وراجلة عجوزة خدت الفطير بقى بيضرب فيه بيضرب في الفطير يقول لك بياكل قرد فطير ده اكله ليه ما تاكل قرد الفطير ده خليه لينا نينا ناكله ونجي نردمك بمزاجك ان شاء الله بعدين قال اكل الفطير اخذت الفطير قال لا ارقده في عنقريبي وبيكتبه بالدار يا جماعه عنده عنقريب قال البرقد فيه بدي جنى طوالي ما ده عارفه عنقريب ولا شاحن بتاع سامسون ولا ذاته كيف ذاته هوس في البلد دي والله الذي لا اله غيره فما افزول بدي جنى اياك تدقس دقسة زي دي ودي مراتك تقول ليه جنى داير بسطونة انت المرة بسطونتين ولا حجارة عديل في الراس وانت دار لك بساطين ولا يدخل الجنة ديوث مرة دي براك في البيت اسأل الله قوم بالليل اديها بكية واديها دعوة
يا رب تديني جنة سنة جات جنة خلاص سنة البعادة جنة. والله واحد من أخواننا الأفاضل نحسبه ده قطع تذكرة مصر عشان يمشي علاج وحاجات زي دي وهناي زي دي. يوم التذكرة عرف إنه مرته حامل بفضل الله سبحانه. يوم التذكرة ذاته كان حق التذكرة يعزمنا بباسطة شكرا لله لكن خليها تبقى حاجة تانية. فلذلك الله اداه وناس كتار بالدين يا أخي ناس عليه زول تلقاه ولا بصلي ذاته ولا بصلي ده عنده علاقة بالدين. العهد الذي بيننا وبينهم شنو؟ الصلاة فمن تركها فقد كفر. ما بصلي ذاته والله بدي جنة نعمة منه سبحانه وتعالى. فجماعة المسألة دي كلها بيد الله والله الذي لا إله غيره. تسأل الله أداك الحمد لله ما أداك تصبر 10 سنة 15 سنة ولا الزوجة الثانية أول أمشي الزوجة الثانية الحمد لله أداك كويس الثالثة الرابعة ما في شيء بعد ده أصبر أنت بعد ده وما تتضايق وما يشغل والك في الفريق أوك وأنت ما راجل قول لا كيف نجربه ما جاري ما يعني أملى يدك ودي بنيا في صدره بيقوم اليوم الثاني قول لي راجل ولا ما راجل لا ما في كلام خلاص بس يلا صوم خجمك أبقى مارك والله جاي وطوال يا أخي ده البتاع انزلنا ذاته أنتوا ما بقيتوا ثلاثة هي ركشة ثلاثة بتاع شنو الركشة ذاته بقت ما ثلاثة عندها اسبير أربعة أنت بتلعب علينا يا أخي كله هوس في البلد دي. ولذلك الرزق بيديك لله جنة بيديك لله مطر بينزله الله في الشدائد تسأل الله سبحانه وتعالى عترت يا رب نجيني عربية دارة تنقلب يا رب نجيني. قال تعالى في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه شنو سنة نعاس ما بينعاس شو القوة دي كيف والحياء الكاملة شكل الإمام الجامي قال صفة الحياة لله سبحانه وتعالى تأتي بعدها كل الصفات أو تندرج. هو الحي سبحانه وتعالى حياة الكاملة لا تأخذه سنة نعاس ما في فالقوة دي كيف ولا نوم نوم ما في بالليل تسأله بالنهار تسأله. وقت في مدرمان مشى ليلة واحد بعد جبل الله الخلق الأولي هناك مشى بعد الجبل هناك محل فيه قباب على شمالك لماذا نجيب اسم زول بعدين الأيام دي شوية كذي شغلة يفيدك داك بعدين شنو المهم الشغلة دي مشى هناك قال لي مشيت الصباح بدري والله الذي لا إله غيره الزول قال لي مشيت الصباح بدري وديت ولدي وبيحكي لي ذاته قال لي قالوا الشيخ ما بيفتح إلا الساعة 8 والله الذي لا إله غيره الدين بيشتغل الساعة 8 دين بيشتغل 8 وقبل 8 ما بيشتغل تعرفوا ذاته ما معروف الشيخ صيح الوقت داك صلى الصبح عليم ربه قال ما بيفتح الشيخ إلا الساعة 8 ده دكتور يا جماعة يعني الدعاء ما في إلا 8 ولا كيف ذاته هوس كله تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فإنت تسأل الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعشان كده يا جماعة الناس تدعو للخير والله وتدعو إلى التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى. لا تنادي فكيه لا تنادي شيخ لا تمشي لقبة لا تتبرك بتراب لا تسف تراب لا تشلك لا لوبة كر 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 بلد دي ناقصة لا لوب كر كر دار تمرر علينا إنت كر تلولب فيها مالك يا زول لا لوبة ولا لوبة يا لا لوبة وغاني ليها ومصايب وساري الليل للقرضة قرش تقرمش قرض إنت ما تاكل الحلاوة تربس دي قرمشة للقرضة قرش ما هو الحبوب ما هو الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربته العالية بتحرك تش تبتدارت التش تش مالك يا أختاون النازل كلهم فيك دريبون خليك. ولو ناديت صحابي شيرك بالله أنا قبل قلت لك النازل ما بقول لك نازل صحابي لكن لو ناديته ده شيرك بالله سبحانه وتعالى. لأنه باختصار يا جماعة لأنه في ناس بعدي وأنا طولتها
الزول إذا قال يا رب نجيني نادى واحد، ولما نقول يا الله ويا فلان ولو جبريل ولو ميكائيل ولو الأنبياء ولو الصحابة ولو الأئمة الأربع وأشرك بالله يا الله ويا فلان، دي لما اثنين بقى اثنين، وده الشرك بالله سبحانه وتعالى. فأنت خليك موحد واسأل الله الواحد الأحد، ودي الدعوة إلى الخير، تدعو إلى الخير، توحيد والسنة والطاعة إلى آخره. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، تأمر بالمعروف وعلى رأس التوحيد كما قال ابن باز، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال النهي عن الشرك بالله ده أعظم المنكر، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فتنهى عنه. بعد ذلك باقي المنكرات تنهى الناس عنها، تأخير الصلاة وسماع الأغاني والأشياء دي كلها تنهى الناس عنها. والزول مما يبقى موحد، دي كلمة أنا أختم بها، الزول مما يبقى موحد تاني بعظم النصوص والله، ولو لقيت زول رمتاني من أشفت خلق الله في البلد دي ولا في غيره، تلقاه كيوك وتلقاه بتاع حاجات يعني ويسوي حاجات كذا، وتلقاه مش موحد، ده بعظم لك النصوص، بيعظم احترمه ويعظمه، ولو خالف احيانا يخالف، لكن بيكون فيه نوع من الانكسار. والله تقول له الله قال كذي، ما بجاد لك كثير، ما شايف السكران تقول له انت سكران، هاي توب، يقول لك والله الله يتوب علينا يا اخي الله يهدينا، ما بزالك كثير، صح ولا ما صح؟ سكران زول تلقاه فنان، واحد مشى له فنان في بيته، قال فنان انا بعرفه يعني اسمه بعرفه، بعدين دق عليه الباب قال له كيف؟ قال له تمام. الغنى كيف؟ قال له حرام. قال له الله اقفل الباب شكرا، مشى منه خلى طوال. والله وعارفين الشغله دي محرمه، لما واحد قال لي عمك داك بيغني كذي وبشيل له حاجه كذي عمك كذي، المهم قال لي قالوا لي تعال غني لي، تعال امدح لنا، تعال امدح لنا في ساهور، قال لي عب الدين ما دايره، خلونا في غنانا ده الله يهدينا يا غال. والله وتراهو زي ديل كذي، وحرام الغنى، حرام ما بجوز، خطر. ولذلك انت الاغاني والمعاصي دي كلها تتركها وترجع الى الله سبحانه وتعالى. صاحب المعصية إذا كان من الموحدين بتلقاه فيه انكسار، بخلاف صاحب البدعة. هسه مش لواحد بسبحة قول له يا حاج سبح بيدك ساي، كان ما حطك بها في رقبتك ولك توهابي ولا شنو؟ قال أنا أتوب من السبحة، أي أم أتوب من السبحة، من الرسول قال إياكم محدثات الأمور، شغلتك دي محدثة جات جديدة كرت، زمان الصحابة ما في رسول ما عنده سبحة وكذا وكذا. ولذلك لصاحب البدعة بصير ومشاكل كثيرة. أنا أكتفي بهذا القدر.